تخليش الفرصة تمر دون تدوين. يعني هذا التأديب الجديد الأول للاتحاد الرياضي المنستيري بين الاتحاد المنستيري ثاني جول 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 جول. الهدف الأول للاتحاد الرياضي المنستيري أبو بكر تراوري في الدقيقة 84. هذه توزيع لتراوري، كرة عنده أمل ثلاثة أهداف. إذا الهدف الثاني عملية توزيع مدريدي بهتة دفاعية، وتراوري ما يفلتش الفرصة، إغارة الحارس زياد الجبيري اللي لا يمشي بالكرة لبو بكر تراوري. عادي تراوري سد المهاري مرور منع الكرة خطيرة، يمشي تراوري، تراوري يحاول التسديد، يلعب الكرة ثنائية خطيرة والتغطية الدفاعية، ارتباك داخل منطقة الجزاء، جول 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 جول. الهدف الأول للاتحاد الرياضي المنستيري أبو بكر تراوري يفتح باب على أجمل تكتمل، تعود من جديد لتراوري جول جول. عاد مشاهدينا الكرام، تراوري يستلم يسارية قوية في الشباك الترجي مقابل هدف وحيد. الهدف الثاني للاتحاد المنستيري. مباراة خطيرة خطيرة، التسديدة كرة بينية، محاولة التسديد جول بو بكر تراوري يضيف الثاني، ثاني الأهداف عن طريق مناعي يخلي كرة على الجهة اليسار، التوزيع اختير كرة مناعي عنده كرة لبابا كارسار عرضية، كرة اختيرة الثالث الثالث جول جول. كونوفيتش منظر القاسي مكان على الدين دريتي، هذه كرة بوتيشة خطيرة من الجهة اليمنى، محاولة تمرير كرة خطيرة خطيرة ودي المراوغة ثم العرضية أرضية بوب عاد المنستيرية. هدف مقابل هدف مشاهد، توغل كان من جانب عمر زعكورة، استلام الحاضري ترجع مرتدة عن طريق تراوري، تراوري عدي والمخالفة تراوري يستعد، ياسين بكير تراوري جول. الهدف الثالث للاتحاد المنستيري عن طريق بو بكر. كرة تمشي اتحادية عن طريق شيخاوي، تراوري 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 انفراد، تراوري 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 التسديد جول جول جول. والتسلل على هزيج في اولمبي بن جنات، الكل يدفع تراوري الرابع مع علي واسمه باكبر عدد من اللاعبين، ماضوا بغلطة دفاعية وانطلاق مناعي يرفع على كرة داخل منطقة الجزاء، استسلم بعد يسجل هدف أول في الدقيقة 30. بو بكر تراوري يمشي، تراوري يعدي بو بكر تراوري يفتح اللعب، الكرة من جانب فيصل متميز، أسيست والكرة بالرأس، تراوري بالرأس الصواب باي، هي الإعادة العرضية بالرأس وأيوا كرة الوان كل محاولة المرور but came through against the Confederation Cup champions from a corner kick this time. Boubacar Traoré, the new signing in the winter window, getting his first goal for his new club. هذا فيصل المناعي يتجاوز فودي كامارا والعرضية، كرة في القائم الأول اختيرة برشا تقطع الكرة في المناسبة الأولى، تبقى شيخويل يصعد المعادلة الهجومية، توصل الكرة لشهاب يصوب كرة لنفزي طويلة في القائم الثاني، يصعد ممتاز الرأسية معهم الجبيري، ثلاثي خطير في الاتحاد إلى حد الآن. الكرة في الجهة اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء، هذه رعاية مشاهدينا الكرام، عرضية داخل منطقة سماي عاصمة الرباط هداف البطولة من الجهة اليمنى ترفع على مستوى القائمة الثاني خطيرة، ومعروف الراس كرة ترايدي ترايدي كرة مخطئة خطيرة للاتحاد المنستيري، علي بالرمزة يرفع على الكرة بالرمزة خطيرة والدفاع يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء وياسين بكير جول 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 جول. بكار تعميس طويل في منطقة الجزاء، بو بكر تراوري شياب جبالي، شياب جبالي خطيرة
للنادي الرياضي البنزرتي اكيد اللي كان يراوغ يتقدم كره في تبقى بكار بكار يعمل الكروس وراسيه كره عاليه هذه الاعاده مشاهدينا الكرام العرضيه من جانب بكار لبوبكار تراوري عادية تنافسون أي فيصل مناعي يلعب العرضية كان التحذير سلطاني سلطاني عنده كرة التحذير التجديد والحال جه مرمى مميش توزيع عامش بيلي يصعد تراوري رأسية في اتجاه الصقراوي كرة خطيرة عمر والتجديد فيصل مناعي مناعي بوبكر تراوري كرة عالية تراوري التحذير عادي كرة يتمارك بيريل 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 كرة خطيرة يحط الكرة أومارو 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 خطيرة أومارو متوسط ميدان الاتحاد المنستيري كانت عملية ثنائية بين الاتحاد المنستيري يطالب بضربة جزاء أومارو في حوار مع الحناعي كرة في المساحة فرصة متاحة هجمة اتحادية تراوري بوبكار بوبكار كرة خطيرة بعيد مشاهدينا الكرام الكرة الاتحادية من فابريس زيغي في كل مرة على الدفاع الأفريقي بوبكر تراوري ورامي المنستيري أحمد الجفاري التوزيع كرة خطيرة خطيرة الكرة هجمة منستيرية بوبكر البنزرتي وهذه كرة الاتحاد خطيرة لبوبكر تراوري منكم الإعادة لتسديدة أبو بكر تراوري مكان التحذير كرة خطيرة خطيرة والدفاع يتصدى التسديد مخطئ الكرة وعكس الهجوم من بوزيان تراوري والكرة في الركنية أمامنا الإعادة أبو بكر تراوري في اللحظة يضعها في الركن كرة تمشي لأحمد سالم مزهود يخسر كرة مزهود طويلة أمامية فيها تغطية من جانب الدفاع لجامي بكر تراوري بوبكر تراوري يوسف مارو حذر كرة سلطاني عرضية كروس خطيرة رأسية كرة كما في دائرة المنتصف تراوري تراوري يمشي يتمالك بيريل التسديد تألق الحارس بشير بسعيد الهجوم المعاكس يعود الاتحاد مراوغه اولى ابو زيد ثم تمرير بكر تراوري كنترول يوسف مارو يحاول يعدي مارو تراوري التمهيد للجهه اليمنى وجات على ما يريد كره ثابته وكره بابا كارسار يرفع الكره بابا كارسار عرضيه على محسن اذا ترفع الكره ام قران يتكون شيبا جبالي والكره خطيره الاتحاد المنستيري فرات السلطاني التوزيع الكروس من السلطاني قبل ام سيكون هناك دخول مباشر في صلب الموضوع هذه كره اتحاديه عمر وتسديده شيبا جبالي يوزع عرضيه خطيره خطيره والكره بعيده الجهه اليمين الاتحاد المنستيري عنده فرصه انطلاقه الشيخاوي يرفع الركنية خاوي في الانطلاق أبو بكر تراوري مقطوع على الكرة لكن دوزيام بول يا أخوه حسام تقا مركز محمد عامر بلغيث